اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي أعدته الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التذكير بضرورة وقف العنف ضد المرأة. مصر حريصة على المرأة وحمايتها عبر العديد من التشريعات والقوانين. تجريم التحرش الجنسي بتغليظ عقوبة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتحويلها من جنحة إلى جناية وأصبحت قضية لا يجوز التصالح فيها. تغليظ عقوبة السجن لكل من قام بختان أنثى لمدة تصل لسبع سنوات، وتم استحداث عقوبة لكل من طلب ختان أنثى تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات. إصدار قانون تجريم الحرمان من الميراث عام 2017 بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تصل لمئة ألف جنيه. النفقة والمتعة، حيث تم استهداف تعديل القانون بمواجهة المتهربين من دفع النفقة وزيادة الغرامة من 500 جنيه لخمسة آلاف جنيه. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ما يغطي الجرائم التي تقع على المرأة من تحرش وتتبع انتهاك الخصوصية عبر الإنترنت. قانون العقوبات، الضرب أو الإهانة بالإضافة إلى الاغتصاب التي تصل العقوبة فيها إلى السجن مدى الحياة. كما تم تجريم الاعتداء الجنسي الذي تتراوح عقوبته من 15 عام إلى سجن مدى الحياة. مكافحة العنف ضد المرأة بثمانية مراكز لاستضافة السيدات دون التقيد بشرط السن. كما أن هناك وحدة لمكافحة العنف بالجامعات بالإضافة لوحدات تكافؤ الفرص. مصر في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ترسل رسالتها للعالم بأن المرأة مصونة ومكرمة عبر عديد القوانين والتشريعات.